ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد. يا ابني انت قول حاجه وانا ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده جايين عاملين تحدي زي ما انتوا قلتوا في التصويتات. انا على منتدى اليوتيوب، على منتدى قناتنا على اليوتيوب اي بي فيديو، عملنا تصويتات وقلنا عايزين تحديات لو خيروك، وانا تحديات اكل، واللي جه اكتر تحديات لو 88% لو خيروك و 12% تحديات اكل. طبعا احنا هنعمل لو خيروك، فيلا بينا، مش عايزين نكتر بقى عليكم. هات بس الموبايل، يلا بسرعه هات الموبايل. تحدي لو او يعني مش فاكر، احنا ما بنعملش تحدي بقالنا كتير جدا، كتير يعني تحدي الكورة ده مش تحدي، يعتبر تحدي بس مش تحدي. فهنبدأ نركز في التحديات شوية، بالذات لو خيروك، ويلا بينا نشوف. انت اول حاجة تسألني، انا اول حاجة هسألني ثلاثة لو خيروك، وانا بعديها هسأل انا الثلاثة لو خيروك. تمام، بيس، يلا نبدأ. اول واحدة تسلم على كل واحد بالشارع تقول له تعرفني يا اخي، ولا تمسك كرتونة كبيرة مكتوب عليها انا المشهور؟ بصوا، بالنسبه لي احسن ان انا يعني ما بحبش امشي في الشارع كده وابقى منظري غريب، ممكن عادة اسلم على الناس يعني ناس بس برضك الحوار. لا، انا اختار احسن ان انا اسلم على حد واقول له انت تعرفني يا اخي ولا لا. حلو، تعرفني يا اخي. واللي بعديه عليا، تشرب ميه مع ملح ولا تشرب بيبسي مع 10 ملاعق سكر زياده؟ البيبسي بعد ما اشرب البيبسي اشرب اكل سكر؟ لا، مع البيبسي. استنى، تشرب بيبسي مع 10 يعني تحط ثواني. ما انا لو شربت الميه بملح هرجع، ولو اكلت وشربت البيبسي بالسكر هرجع اهو. مش عارف، بس البيبسي احسن يعني الواحد. لا، الميه بملح يا عم. حلو، ساعات ميه بملح ايه؟ لا وبتاع. واخترت البيبسي يا جدعان، البيبسي مع معلق سكر على الاقل. البيبسي يعني خلاص، انا اختار احسن من الملح والميه. انا اختار البيبسي. واجي دوش بقى اوبا اللي بعديه، ترقص باي مول مع شيلة. ايوه، اللي هو شيلة اللي هي السعوديه. لا، شيلة من نظره الرجال. قلت لك بنت سعودي. مع شيلة من نظره الرجال، ولا ترقص بارس رقص غربي ويبقى باي كلام؟ ارقص مهرجانات. اصل برنامج ده سعودي يا جدعان، فمش فاهمين كلامه يعني، بيكتب ساعات. هو بصوا يعني انا هختار اللي انا هرقص في مول مع شيلة. طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده مش هنطبقه دلوقتي، لكن انتوا بقى في تحديات تانيه، ان شاء الله هنطبق الكلام ده، عشان في البرنامج ده او في التطبيق ده في حاجات ما ينفعش تتطبق، حاجات غريبه، حاجات صعبه يعني. نشرب بقى ملح. التحدي اللي بعديها، تاكل لحم ني ازاي يعني؟ ولا تاكل يا لهوي على اللي جايه تاكل حشرات مشويه؟ لا، لحم ني. انا هاكل لحم ني يا جدعان. احسن تسافر مع واحد عصبي ماشي، ولا تسافر مع واحد بخيل؟ اسافر مع واحد بخيل؟ ما دام يعني مش هيعزمني البخيل ده، مش هيعزمني خالص، واحنا نكون مسافرين عايزين ده، ممكن كمان يخلينا ادفع له الطياره، فلوس الطياره، فلوس السفر. لا، اسافر مع واحد عصب. لا، عصب ازاي يعني؟ انا يضربني يعني؟ ده انا هديك جنزير على الدماغ. اخر حاجه هقولها لانس لو خيروك معانا النهارده، بيقول لك هوب، وقف لحظه عندك ووقف عندك يا رايق، انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه واعمل لايك وفعل زر الجرس، عشان في تحديات كده لذيذه ومقالب وفيديوهات كده جميله. فايه، وفول على الانستجرام عشان ايه؟ ست تقول اهم حاجه ايه يا صاحبي؟ ست تقول له انك تنزل في الكومنتات تقول لها نستمر في الحوار ده، ويعني تقول له رايكم اللي احنا نستمر في الحاجات دي ولا لا. فول على الانستجرام، فول على الانستجرام، بنزل حساب اخويا وحسابي هيظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه. خد سكرين شوت او وقف الفيديو، هوب يلا فول، روح على الفول على طول. تاكل يا انس ليمون مع سكر مع ملح مع شطه؟ لا ازاي؟ طب ثواني بقى، ايه الكوكتيل الغريب ده؟ يعني مش داخله دماغي لسه الصراحه. او بيتزا مع شطه حاره. بص، تاكل ليمون مع سكر مع ملح مع شطه؟ لسه ما استوعبتهاش.
او ولا تاكل بيتزا مع شطه حاره؟ وانا مستحيل اكل ملح مع ليمون مع شطه مع كلام غريب مع كده شوكولاته مع الكلام ده مستحيل طبعا، اصل هاكله ليه يعني؟ بيتزا مع شطه حلو، بيتزا مع شطه. بس كده الفيديو خلص، يا رب يكون الفيديو حلو ولذيذ كده وحاجه تحدي كده خفيف لو خيروه. ان شاء الله التحديات الجايه اقوى 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 والفيديوهات الجايه جميله جدا. بس كده مش تعمل لايك سبسكرايب شير، مش تعمل كومنت حلو لو عجبك الفيديو. وبس كده، كان معكم ايه بي فيديو. سلام.